مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Here we are again in Stars News Bulletin. الحقيقة ما عملناش الـ two news bulletins اللي فاتوا. Simply وبصراحتي المعتادة معاكم. I'm a passionate person. أنا بعمل كل حاجة وفكرة جديدة بباشن وبمشاعر وبحط فيها فكر وإحساس. I wasn't able to do this. I wasn't really happy. ما كنتش حاسة إني قادرة أتواصل. أعمل نعم، ولكن ما كنتش قادرة أتواصل لأسباب كتير قوي. أتمنى إنها تزول إن شاء الله، وإن الدنيا تبقى دايما للأحسن. لكن أنا دايما إنسانة بتصالح مع نفسي وبدي لنفسي positive energy وmotivation even if others don't give me this. أنا بدي لنفسي وببتدي تاني كأن شيئا لم يكن. و stars will always be the best و we will generate stars إن شاء الله. وحشتوني جدا. النهاردة البوليتن فيها أخبار كتيرة، مش عارفة أبتدي بإيه ولا إيه. انتهت امتحانات الميد تيرم بالنسبة للكي جي. كان في evaluation زي ما قلنا صغير على قدهم، and they really excelled in what they did. كانوا هايلين جدا. مس ليزا وكل القائمين على الكي جي مبسوطين بيهم جدا وبالevaluation بتاعهم. بس تاني هقول لحضراتكم ما تستعجلوش على الأطفال الصغيرين and don't push them. خلوهم يتعلموا باستمتاع وبمرح وبحرية. اللي هو معرفوش النهاردة هيقدر إن شاء الله يعرفوا بكرة، وكلهم هيبقوا stars ما تخافوش. الريبورت كاردز هتوصل لحضراتكم إن شاء الله Thursday tomorrow أو النهاردة بقى، لأن هو هيتحط البوليتن إن شاء الله الخميس. وبالنسبة للطلبة في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، هم كمان خلصوا الامتحانات بتاعتهم. أول امتحانات في السنة طبيعي بيبقى فيها شيء من الصعوبة شوية. الولاد لسه أول مرة تقعد تمتحن في العام الدراسي ده. صحيح كان بيبقى عندهم كويزز بس غير الفول اكزام. ما نقلقش لو ولادنا لقيناهم لسه مش ستيبل قوي، مش واثقين قوي. ده اول امتحان في العام الدراسي الحالي، فان شاء الله بالتوفيق للجميع. انا ما بنساش وعودي. انا كنت وعدت حضراتكم بعد البارنتس ميتنج بتاع البرايمري اللي كان حصل فيه كراودنس، وبعض البارنتس اشتكوا ان هم ما قدروش يقابلوا المدرسين، ان انا هبدر ميعاد البارنتس ميتنج الثاني. هو فعلا كان على الكالندر في شهر 12، ولكن احنا قررنا ان يتم انعقاد البارنتس ميتنج الثاني لجميع المراحل في ستارز 1 وستارز 2 يوم السبت 29 نوفمبر باذن الله. وسيتم ارسال كل التفاصيل، وهنراعي في هذه التفاصيل انه موضوع الازدحام او الوقت الطويل او عدم القدرة ان احنا نقابل المدرسين. ده بالنسبة لامتحانات الميد تيرم. عندنا حدث هو اللي مسهرنا لغاية دلوقتي في المدرسة انا ومستر ايمن وكل القائمين على الحدث ده، هو معرض at school. سينعقد المعرض او سيقام في سيتي ستارز في انتركونتيننتال، وده معرض الحقيقة السنة دي بنشترك فيه للسنة الخامسة. انا عادة مش بشترك في هذا المعرض to market for stars. الحمد لله حضراتكم احسن ماركتيز لمدرسة اولادكم بكلامكم الجميل الايجابي اللي بتتكلموه عنها في كل مكان. لكن انا المعرض ده ارتبط عندي ببدء مدارس ستارز من اول سنة اشتركت فيه، وكل سنة بحرص على الاشتراك فيه، لان هو فعلا معرض educational very specialized educational exhibition. وبيبقى منظم بطريقة جيدة جدا،
وكل المدارس بتتجمع وتتبادل الخبرات والأفكار، وبيبقى جمع تعليمي ظريف جدا للمدارس المختلفة. وموست اوف ذم بيبقى A class schools. عندنا شوية حاجات بنفكر فيها حاليا، وإن شاء الله هتطلع للنور قريب وهيتم اختاركم بكل تفاصيلها. من ضمنها ستارز سبورتس أكاديمي، أكاديمية ستارز الرياضية. ده الحقيقة فكر لجميع القائمين على الأنشطة، قالوا إنه كتير من المدارس بتستغل حتى الويك إند إن هم يعملوا سبورتس أكاديمي للولاد، وممكن جدا هيتم قبول حتى أوت كامرز فيها، لأنه في إحنا ستارز في وسط منطقة سكنية جديدة مش قريبة قوي من نادي، ما فيش نادي رياضي قريب. ومن منطلق إيماني إنه المدرسة المفروض إن هي تبقى مركز خدمة مجتمعية وليست قاصرة على التعليم فقط، هي للتعليم وللغات وللرياضة وللكمبيوتر ولبناء الشخصية، والمفروض إنه المدرسة تستغل في تنمية كل المهارات دي عند الطفل، وليس طالب ستارز فقط ولكن لكل الأطفال اللي يحبوا يستفيدوا بنشاط زي ده. هتبدأ الأكاديمية ببعض الرياضات مثل كرة القدم، كرة اليد، كاراتيه، ايه تاني يا مستر أيمن؟ كرة طايرة، فولي بول، تحفيظ قرآن، وتحفيظ قرآن، وجمباز جيمناستكس. التفاصيل بتدرس حاليا وهنخطر حضراتكم، وهيتم الدعاية عن الأكاديمي قريب جدا بإذن الله. احنا بنطلع الولاد زي ما احنا معتادين رحلة كل شهر. بالنسبة لرحلة الكي جي كان المحطوط على الكالندر ان هي هتبقى يوم 24 نوفمبر، تم تأجيلها ليوم 26 نوفمبر، والرحلة هتكون لـ Ideas Art Club. Ideas Art Club is a place for activities and craft work. هو مكان جميل جدا وممتع جدا للأطفال الصغار، تربوي وفني وتعليمي، يعني في ميكستشر كده جميل، والناس القائمين عليه very specialized. بس حابة أنبه حضراتكم إنه كل الأكتيفيتيز أو المكان ده it's an outdoor place، فنعمل حسابنا بس في الكلودز اللي هتبقى مع الولاد ان هم يكونوا لابسين هدوم تقيلة. بعض البارنتس او كتير من البارنتس سألوا عن اجازة نص السنة، هتبتدي امتى وهتنتهي امتى. هي تبتدي رسميا او يعني هيكون اخر يوم دراسي الخميس 22 يناير وحتى 7 فبراير، لكن طبعا تباعا المراحل بتخلص، يعني الاولاد الصغيرين اولى وثانيه وثالثه ابتدائي بيخلصوا قبل كده، الكي جي نفس الحاجه، اللي بيفضل متاخر الشهادات زي الابتدائيه والاعداديه. وهيتم اعلان جدول الامتحانات في اقرب فرصه لما تجيلنا تعليمات بس مؤكده من الاداره التعليميه. برضو بمناسبة الرحلات، بما اننا كنا بنتكلم على Ideas Art Club، بفكر حضراتكم بالرحلة اللي نظمها مستر ايمن خلال اجازة نصف العام اللي هي الاقصر واسوان. الحقيقة رحلة الاقصر واسوان من الرحلات زي ما قلت لكم قبل كده اللي انا طلعتها اكتر من سنة، وهي رحلة ثقافية ترفيهية ممتعة جدا. نتمنى ان احنا as families او as stars family ننضم كلنا ونطلع مع الولاد، ونشجع السياحة الداخلية. خلاص ما بقاش فيه للأسف حاليا سياحة خارجية لمصر. انا شخصيا طبعا هطلع الرحلة دي ان شاء الله، لان انا بستمتع بيها جدا، ومستر ايمن حاجز نايل كروز 5 ستارز ديلوكس، حاجة لطيفة هتبقى وممتعة للجميع، والتفاصيل كلها عند مستر أيمن.
جات لي كومنت كده انه في بعض البيرنتس الولاد بتيجي من غير any kind of food or drink. البيرنتس بيعتمدوا ان هم مدين الولاد pocket money، ولكن بعد اذنكم لازم الطفل ايا كان مرحلته يا يكون فطر او كويس قوي في البيت، وده اشك انه بيحصل للاستعجال اللي كلنا بنبقى فيه الصبح عشان نلحق المواعيد، ولكن لازم يكون معاه any kind of breakfast، حتى لو فروت حتى لو جوس، لانه لو اعتمدنا على موضوع ان هو معاه مصروف هو يبقى هيضطر يستنى لغاية البريك، وده لأي سن طفل او اي حد احنا نفسنا ده يبقى وقت طويل قوي علينا. وبريكفاست از فيري امبورتنت فور ذا تشايلد. بالنسبه لحاجه حدث حصل برضو بحب اشكر عليه مسز يمنى اند مسز غاده، الاورينتيشن اللي اتعمل للنيو انجلش كورس في المدرسه لفيرست وسكند وثيرد برايمري. الحقيقه الفيدباك من البيرنتس كان رائع جدا، الاورينتيشن كان فيري فيري يوزفل. كان نفسي الحضور يبقى اعلى من كده، ولكن الحمد لله هو ات واز ريلي فاين. الكل اللي حضر استفاد وفهم الكرايتيريا اوف ذا نيو كريكولم. سو اي وود لايك تو ثانك ذم مس غاده ومس يمنى، واشكر كمان البيرنتس اللي تعاونوا وحضروا الاورينتيشن، واحنا دايما موجودين لمساعدتكم ان انتوا ازاي تقدروا تساعدوا اولادكم. في شويه اضافات حصلت للمدرسه حابه اعلنها لحضراتكم. تم تعيين سكول كونسلر، هير نيم از مس نهى، وهتكلم اكتر عن الجوب ديسكريبشن اوف ذا سكول كونسلر. هي مينلي هتبقى موجودة في ستارز 1 أو في الكامبس اللي فيه الكيجز والبرايمري، لأنه المرحلة دي هي الأكبر عددا، وهي اللي فيها الكونسلينج بيبقى عالي أو محتاج متابعة أكتر، ولكن هيكون ليها زيارات عند الاحتياج لستارز 2 برضو فور كونسلينج سيشنز. ان شاء الله تكون ميس نهى اضافه جميله للمدرسه. also there is دكتور عائشه the school doctor who's gonna be with us 3 or 4 days a week full time بشكل دائم، وهي الحقيقه عندها خبرات متنوعه في التغذيه والاطفال والفيرست ايد، وحاصله على شهادات مميزه جدا. دكتور عائشه الحقيقه ان شاء الله تكون برضو اضافه جميله ومتميزه للمدرسه، وهي عندها فكره مش هقولها دلوقتي، بس هي في موضوع النيوتريشن وفولوينج ا دايت سيستم سواء للاطفال اللي محتاجين ده لأسباب مرضية أو لتظبيط وزن الطفل أو لينا كلنا، وإحنا بتقالي كلنا بنحرص على الموضوع ده. ففي فكرة نيوتريشن سنتر هتبقى موجودة تحت إشراف دكتور عائشة إن شاء الله. دايما بنفكر في كل ما هو جديد، بس مش عايزة أفضل أقول إيجابيات أو إنجازات، بس عندنا بعض المشاكل parents كتير عرفوا عنها، ولكن للأسف في drop في كذا teacher حصل، وده especially في start 2 أو المرحلة الإعدادية. ولكن أنا صدقوني ما بتأخرش، وأنا يعني شغالة لغاية الساعة 9:10 بالليل كل يوم. I'm meeting teachers. احنا مش سايبين الولاد. في covering up حصل للteachers who left the school والstaff the existing staff took over، بس مش هيكون ده الحل النهائي. اتعودتوا مننا ان احنا ما بننكرش او ما بندفنش راسنا في الرمل، ولا بنقول ان احنا perfect وما عندناش اخطاء، لان احنا مؤسسة بتجمع مجموعة كبيرة من العاملين فيها احتمالات للمشاكل والتعثر
وتعرض احد العاملين لمشكله تضطره لترك العمل، كل ده وارد. والمانجمنت السليمه هي اللي بتتعامل مع الموقف بهدوء وبحكمه، ويحصل الريبليسمنت بشكل صحيح وسليم. لكن ما استعجلش ان انا اقبل حد دون المستوى تحت ضغط، وده اللي بيخليني برضو مصرة ان شاء الله يكون في ستاف مميز. ان شاء الله هنعلن عليكم قريب خبر جميل جدا عن السكسيون فرانسيز، هيبدأ تطبيق الدلف، والدلف ده شهادة بيمنحها السونتر كالتشيرال فرانسيز للطلبة. فاحنا هنبتدي نعد طلبة ستارز للحصول على الدلف، وكل التفاصيل دي بإذن الله هتعرفوها قريب. احنا بنشتغل كتير قوي صح؟ كل دي أحداث وكل دي حاجات بتحصل جوه المدرسة، بس أنا حاسة عايزة أقول لكم أكبر قدر من المعلومات. تغيبي الأسبوعين اللي فاتوا منعني إن أنا أعلنه لحضراتكم. بالنسبة للكي جي آخر بوينت بس، أي طالب كي جي بعد إذنكم ما عندوش أكسترا أوتفيت في الكلاس متسلم للكلاس تيتشر، البارنت بليز يبعت له أكسترا أوتفيت، عشان إحنا في شتاء، ولا قدر الله لو بيشرب حاجة، دلق حاجة على هدومه، أي حاجة، لازم يبقى فيه أوتفيت للطالب في الكلاس. أخبار كتير وأحداث كتير وعندي الأكتر، بس نأجله بقى إن شاء الله للأسبوع القادم. سعيدة جدا بلقائكم، إن شاء الله دايما يبقى عندنا positive energy ما بين المدرسة والبارنس وما بين البارنس وبعضهم. ندي لبعض positive energy، ندي لبعض أمل إن كل حاجة هتبقى كويسة، وإنه بلدنا هتبقى كويسة طول ما فيها ناس زي العاملين في ستارز. Thank you. Good night.